les femmes de la maison حسينيه. الكتاب هذا حكي على فتره تاريخيه عاشتها تونس وقت البيات، وحكيت خصيصا على نساء البيت الحسيني ومدى الفاعليه نتاع النساء هذوما في الحكم. استدعوني لي فام ليدرز في تظاهره في سكره، والتقيت اول مره مدام بالليلي وهي تقدم في الكتاب. بعد لقدمة الكتاب اقترحت عليها باش نمشوا لمدينه الكيف، ولبت الطلب وعملنا ان كونفيرونس ديبا في القصبه وين حكم حسين بن علي اب الدوله الحسينيه. اللي قريت الكتاب وصدت ما عند فيه، قلت لها يا مدام بالليلي علاش ما نعملوش في القصر السعيد وين هالكتاب هذايا فيه تواريخ هي مربوطه ارتباط وثيقا بهالقصر هذا. تساؤل حول تونس في العهد العثماني، وهو يبدو في الظاهر وكأنه كتاب حول النساء، لكن في الأصل هو كتاب حول السلطة. أنا من خلال النساء الحسينيين حبيت نتعرف على أو نفهم العلاقة بين السلطة والمجتمع. هل معناها السلطة التركية هي هذه غريبة عن المجتمع، معناها ومقطوعة من المجتمع، أو هل هناك علاقة من الزواج مع المحليات؟ اللي هو الشيء راهو هذيك إشكالية معناها تطرح في الإمبراطورية العثمانية، باعتبار أن الأتراك ماذا بهم ما يتخلطوش بالكل مع المحليين، ماذا بهم السلطة تقعد سلطة يعني عسكرية، سلطة فوقية بالنسبة للمجتمع، وهذاك اللي كان واقع في مصر ولا في بلاد الشام وتونس أو في الجزائر في ليبيا طرابلس. لكن الخاصية نتاع تونس هي أنه هذا الفرق بيناتهم الزوز، معناها بين المجتمع والسلطة مش موجود، مش موجود، معناها فما علاقة بالنساء وبالزواج. هو قراءة جديدة في تاريخ تونس الحديث وبداية المعاصر. علاش قراءة جديدة؟ فيما يخص من كان يعني يسير في هذه البلاد في فترة ما قبل الاستعمار وفي السنوات التي عقبت الاحتلال الفرنسي لتونس في 1880. الجانب الكبير اللي كنا نجهلوه ولا ما كناش معناتها ربما نعطيه أهمية في بلورة الأحداث وفي تطور الأحداث وفي تسيير شؤون الدولة، سواء يعني قبل مجيء الاستعمار أو بعد مجيء الاستعمار، هو العنصر النسائي ودور المرأة، يعني سواء في البلاد، خاصة في البلاد لأن تسيير يعني شؤون البلاد كان يعني يمر بالبلاد، وعندما نقول البلاد معناتها وين احنا موجودين، يعني قصر الصعيد وحتى يعني اللي بجانبنا قصر باردو. المرأة كان لها دور كبير ياسر، ولكن كان وراء الستائر للأسف لأسباب تعود إلى طب بالرغم الديانة بتاعنا، تعود إلى تقاليدنا، تعود كذلك إلى معناتها غطرسة بين ظفرين الرجل الذي كان وما زال للأسف يرفض معناتها مكانة المرأة في المجتمع. ولكن نكتشف من خلال هذا الكتاب أنه الرجل لو كان عندنا بالعربي نقولوا افيك اير ماجيسكول، الرجل يعني في الحقيقه ما كانش يدي معناتها مطلوقه 100% في تقرير المصير. لاحظنا انه ليلى البليلي اعطتنا معناتها العديد من الامثله انه المراه كان لها الدور الاساسي في ربما اخذ القرارات، في معناتها تسيير شؤون البلاد، في معناتها توجيه السياسه الحسينيه باش نقولوش التونسيه نقولوا احنا لمثلها العائلة الحسينية، كانت وراء إذا المرأة. احنا نحكي برشا على استقلالية تونس بين معناها ظفرين بالنسبة للإمبراطورية العثمانية، معناها لما حالة هي تحت السلطة العثمانية لكن كانت تحظى بنوع من الاستقلالية، وزاد العلاقة كانت أنا أعتبر أنه العلاقة بين العرب والأتراك كما هم يقولوها غالبا ما كانتش حادة. لو تمشي لمصر ولا سوريا تلقى فما علاقه معناها نتاع كيفاش نقول صعيبه، معناها فما كره، فما في تونس لا، لانه معناها العلاقات اصبحت اكثر مرونه بلو دوس. هو درس راهو هي راهو عمل دام شو نقول لك الحقيقه 15 عام، لانه المصادر نتاعنا هي شحيحه برشا فيما يخص النساء، ولذا معناها واحد لازم يخدم ويبحث ويمشي الارشيف
ويقرا ويلم ويقعد ويتسائل ايضا ويقوم ببحوث شفويه مع بعض العائلات. لكن هو معناها نجم نقول لك عمل طويل وطويل النفس. بالنسبه لي بما اني خدمت على القرن 17 18 19 يعني و20 اكدت اكثر على المصادر نتاع الارشيف، مصادر وعلى الدراسات اللي وقعت حول البيات وغيره، وما اهتميتش برشا برشا بالقرن العشرين لأسباب عديدة، منهم أنه النساء مازالوا حالين وأجتنب معناها أنا أن نتحدث ساعات نلقى معطيات ماهيش، ما نحبش الباز، أنا هذا كتاب علمي أكاديمي خيار أني أختزل القرن العشرين، ولسبب ايضا منهجي زاد على خاطر بنهايه الامبراطوريه العثمانيه يظهر لي ان هذه العائله الحسينيه معناها ضيعت شويه الجانب اللي انا كان يهمني اللي هي العلاقه مع اسطنبول. الاستعمار ثم نهايه الامبراطوريه العثمانيه ما بين 1922 و24 معناها بالنسبه لي العائله الحاكمه والعائله الحسينيه يعني ضيعت الشيء اللي كان انا يهمني وهي العلاقه نتاعها الرمزيه مع الباب العالي. نقطة أخيرة أشارت لها معناتها صاحبة الكتاب هو معناتها طبيعة الحكم في تونس. معناتها ما عندناش الحكم العسكري معناتها اللي احنا نظام الحكم قعد كيف نقولوا مدني. مدني وحتى وأنه معناتها بعض البيات قلدوا اللقب اللي قلت عليه معناتها المشير اللي هو معناتها الماريشال هو لقب عسكري، هذاك لأسباب سياسية وأسباب دبلوماسية. كتاب معناتها هام جدا ويجب معناتها الاطلاع عليه حتى يعني تتغير بعض السلوكيات وبعض إذا المواقف بعض الأفكار غير الصحيحة. عائلة حكمت أو قامت أسست الدولة، أنا أعتبر أنه معناها الأسس بتاع الدولة بتاع اليوم راهي ترجع إلى حسين بن علي، وحاولت معناها بإمكانيات الوقت أنها تكون دولة ومجتمع نسبيا متناسب، معناها ما نحبش نعمل إسقاط، لأنه النساء في البلاد كانت عندهم نوع من الحرية وكانت عندهم دور يلعبوه دور سياسي، وأظن معناها وجود نساء من البحر المتوسط ومن إسطنبول ومن الكوكاز هذاك الكل أيضا ما هو يعطي لها العائلة هذه خصوصية وتكون ساهمت أيضا في معناها بروز المرأة بالفعل. حتى ولو انا اظن ان الجذور نتاع المراه يرجع الى العهد البربر، هما اللي كانوا عندهم فعلا المراه كانت صنديده، لكن هذيك خاصيه من خصائص تونس.